احنا ما نقدرش نقول ان الحول نفسه مرض وراثي. الحول مشكلته ان هو بيدي للانسان مظهر غير حقيقته. علاج الليزك اللي حول الاطفال ده اوبسوليت، ممنوع. الحاله الوحيده اللي يمكن عمل فيها الليزك لطفل، الفرق بين العين دي والعين دي اكبر من ان النضاره تقدر تتحكم فيه. علاج الحول في الكبار نسبة نجاحه كبيرة جداً. الأستاذة الدكتورة نرمين محمود بدوي، استشاري طب وجراحة العيون، مدرس طب وجراحة العيون، دكتوراه طب وجراحة العيون بكلية الطب، زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية غلاسغو، زميل المجلس العالمي لطب وجراحة العيون كامبريدج، عضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحة عيون الأطفال والحول AAPOS، عضو الجمعية الأوروبية لطب الأطفال EPOS. أهلا بكم. عالم الحول هذا العالم المثير في طب العيون، دايما بستغرب لما بشوف إنه في نجوم في السينما، مش بس السينما المصرية، في السينما العالمية مصابين بالحول بالفعل. والغريب إنه في السينما المصرية كل المصابين بالحول أنا بشوفهم كمان يعني أخذوا قدر كبير من العبقرية والتميز، مرورا من أول عبد الفتاح القصري الله يرحمه ويحسن إليه، راجل العبقري المبدع ده، مرورا بقى بالمبدع الآخر علي الشريف. علي الشريف ده قصة وموال ما خدش حقه خالص، وصولا إلى مبدع آخر هو المنتصر بالله، ربنا يرحمهم جميعا. وفي السينما الأمريكية في ناس كتير رغم تقدم الطب في العالم كله كانوا عايشين عندهم درجة من درجات الحول، منهم مثلا باريس هيلتون، هذه الملياردير المشهور باريس هيلتون، غير كمان أنها عندها نجومية، لا هي عندها فلوس. خلينا الأول نرحب بضيفتي العزيزة التي تبدع دائما في حوارها، ودائما منتظر هذا الحوار لأنه مش بس بيكون على الحول، هو بيكون على العيون كلها، لأن الحول دايما أقول عليه الأب الروحي لطب العيون. دايما حالة الحول بيجي مع حاجة تانية، كسل في العين، قصر نظر، وخصوصا في الكبار طبعا. المبدعة دائما والقيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتورة نرمين بدوي، استشاري طب وجراحات العيون، أستاذ طب وجراحات العيون ودكتوراه طب وجراحات العيون بكلية الطب، زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية غلاسغو، وزميل المجلس العالمي لطب وجراحة العيون كامبريدج، عضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحات عيون الأطفال والحول، والجمعية الأوروبية لطب وعيون الأطفال. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بيك. أنا دايما أقول على الحول أنه أب الروحي للعيون، صحيح؟ هو زي ما حضرتك قلت أنه اللي هيفحص حالة حول هو لازم هيفحص كل حاجة في العين. يعني أنا لو جالي مريض عنده حول ما ينفعش أقيس زاوية الحول وقرر أن أنا هعالج الحول وانتهينا بعملية الحول أو بالنظارة اللي هتصلح الحول من غير ما أفحص كل حاجة في عينه، بدءا من القرنية في الأمام، مرورا بالعدسة، مرورا بشبكية العين، حتى أعصاب العين بيتم فحصها. فإلا ما بنشوف حالة حول الطبيعي أنه لازم يتعمل فول إكزامينيشن للعين كلها. هو سؤالي وسؤال كل الناس، هل عملية الحول تؤثر على نظر الطفل أو على نظر الرجل البالغ؟ ما هو ممكن تعمل في الطفل وممكن تعمل في الرجل الكبير. تمام. هو السؤال ده بيجي لنا كتير قوي من الأمهات، إن هي تدخل وتسأل أنا ما عنديش مشكلة أعمل لابني عملية الحول، بس هي هتأثر على نظره ولا لا؟ الحقيقة السؤال ده بيتسأل بشقين أو بناحيتين. الأول الناحية العلمية بتاعته أنه هل فعلاً عملية الحول بتأثر على نظر العين ولا لأ؟ الحقيقة أن عملية الحول ملهاش علاقة بالعين، زي ما احنا عارفين أنه العين الرؤية فيها عن طريق مجموعة من العدسات، يعني القرنية، عدسة العين اللي بيوصلوا الصورة للشبكية علشان نقدر نشوف كويس. الحقيقة عضلات العين ملهاش علاقة بمجموعة العدسات اللي بتسبب لنا الرؤية. عضلات العين وظيفتها الوحيدة تحريك العين، واحنا لما بنيجي نشتغل على عضلات العين في عمليات الحول احنا مش بنلمس العين، فبالتالي عملية الحول ملهاش تأثير مباشر على النظر، إلا ان طبعا في حالات كتيرة لازم يتم فحص النظر، لأنه ممكن يكون الحالة نتيجة حول تكيفي، نتيجة طول نظر، فلازم يتم فحص النظر. وطبعا حالات الحول ممكن تؤدي إلى كسل العين، ده التأثير الوحيد اللي ممكن يبقى للحول على نظر العين،
لكن العملية نفسها ليس لها تأثير على النظر. لكن هي طبعا ممكن تحسن مجال الرؤية لما بنشوف binocular single vision أو بنشوف بعينينا الاثنين، أكيد مجال الرؤية بتاع العين بيبقى أفضل من أن يبقى في عين من الاثنين منحرفة عن العين الثانية. وبالتالي عملية الحول ما نقلقش منها على نظر الطفل. عمليات الحول من أكثر العمليات أمانا، لأن احنا بنسميها extraocular surgery، يعني هي خارج العين، هي مش عملية intraocular مش جوة العين، هي عملية في الأنسجة أو العضلات اللي حوالين العين، وبالتالي ليس لها تأثير على نظر الطفل إلا بالأفضل، سواء تحسين مجال الرؤية أو منع حدوث كسل. السؤال الثاني كيس، يعني جايبة بعتلي كده بتقول أنا بعاني من الحول، هعمل ليزك، أنا معرفش برضو يعني سن قد إيه، وأعمل أي عملية الأول؟ عايز تعمل الحول ولا الليزك يعني؟ طيب، هو طبعا يبقى احنا كده هنفترض ان الحاله دي فوق ال 18 سنه. لان احنا اكيد مش هنعمل ليزك لحاله تحت ال 18 سنه. ناكد على النقطه دي، الأكيد لان احنا قلنا في حلقه قبل كده بالتفصيل لا يمكن عمل الليزك في الاطفال، لا يمكن عمل الليزك في الاطفال تحت اي ظرف من الظروف. واحنا ما قلناش لا يمكن عمله، احنا قلنا دي جريمه ان احنا نعمل ليزك لطفل. فاحنا هنفترض ان الحاله دي فوق ال 18 سنه ونظرها ثابت بقاله سنه، يعني عشان نخلي بالنا برضو من النقطه دي، ان احنا لما بنتكلم عن الليزك او لما بنيجي نعمل عمليه دايما الناس بيبقوا اولادهم مستعجلين عايزين يقلعوا النضاره الطبيه، وبيبقوا جايبينهم يلا هو كمل 18 سنه فلازم نعمل له الليزك. احنا بنعمل الليزك بعد سن ال 18 عشان يكون حصل ثبات في النظر، وعشان اتاكد ان حصل ثبات في النظر لازم اقارن مقاسات الطفل ده لغاية 18 بنعتبره طفل السنة دي والسنة اللي فاتت. لو لسه في تغير في مقاسات نظره احنا ما بنعملش الليزك. وبالتالي احنا هنشوف حاجتين، لو حضرتك اللي عندك قصر نظر يبقى حضرتك هتعملي العمليتين منفصلتين عن بعض، ملهاش علاقة احنا هنعمل الليزك امتى او الحول امتى، الا اذا كان قصر النظر اللي عندنا شديد مسبب كسل في العين، فلازم الأول نتعامل مع كسل العين ونشوف هنتعامل معاه إزاي، وهنحل المشكلة سواء بالنضارة أو بالليزك، وبعد كده نشوف ده تأثير ده على زاوية الحول قبل ما نشتغلها. الحالة التانية اللي ممكن يأثر فيها النظر على عملية الحول، إنه حضرتك يكون عندك حول تكيفي مش حول حقيقي، بمعنى إن حضرتك عندك طول نظر، وطول النظر ده اللي بيسبب تكيف العين ان يحصل حول انسي. وساعتها الناس بتستغرب قوي ان هي تيجي انا عايزه اعمل عمليه الحول وعايزه اقلع النضاره، فبنقول لهم لا، الحول اللي عند حضرتك ده مش حول حقيقي، ده حول تكيفي، وبالتالي زي ما بيختفي بالنضاره بمجرد ما هتعمل الليزك برضه هيختفي، فمش هنحتاج للعمليتين. فساعتها بتعمل الليزك ونشوف الوضع النهائي ايه، وبعد كده بنعمل عملية الحول اذا كان في احتياج ليها. التخوف دايما من الجروح، فدايما سؤال الجرح ده سؤال له قيمة، هل عملية الحول تسبب جرح كبير؟ هو ده برضو اعتقاد خاطئ، ان عملية ان اي عملية هيبقى فيه جرح وهيبقى فيه غرز وهيبقى فيه منظر disfiguring او مشوه يعني للجسم بطريقة او باخرى. اللي الناس لازم تعرفوا ان الجرح في حالات الحول ما بيبقاش لا خارجي، يعني ما بيبقاش في الجلد حوالين العين، ولا طبعا زي ما قلنا في العين من جوه. الجرح لو احنا شفناه دلوقتي هيبقى الجرح لو احنا شايفين البياض بتاع العين بتاعنا زي ما احنا شايفين كده بياض العين، بيبقى الجرح في كيس بلاستيك شفاف، لو هنقدر نقول التشبيه هو غشاء رقيق اللي اسمه الملتحمة. فوق البياض بتاع العين ده هو ده اللي بنعمل فيه فتحة في حدود 3-4 مليمتر، ده حديثا يعني في أنواع من الجروح فعلا ما بتتعداش الحجم دوت، بندخل منه للعضلات اللي احنا عايزين نشتغل عليها مايكروسكوبيكلي، لأن الجراحة دلوقتي بقت مايكروسكوبيك أو باستخدام المايكروسكوب، نوصل للعضلة نشتغل عليها. حتى الصورة دي احنا عشان نوري بيها بس العضلة بتاعت العين شكلها ايه تحت الغشاء ده، لكن حتى الجرح ده الجرح القديم الجرح الكبير اللي كنا بنعمله في الملتحمة، حتى ده ما بقيناش نعمله دلوقتي، هو زي الجرح الاول عبارة عن جرح صغير بندخل منه للعضلة ونخرج تاني، بيتقفل بغرزة واحدة. الخيوط دلوقتي بقت يعني ديزولفبل، هي بتدوب لوحدها، فمش بنحتاج حتى ان احنا نفكها،
وخلاص بتبقى العين شكلها سليم جدا من بعد الجراحة مباشرة، وما بيبقاش فيها غير شوية احمرار بسيط، لكن ما بيبقاش فيه جرح ولا بيبقى له أثر بعد العملية. الرسالة برضو جاي لنا بتقول ابنها عنده ارتخاء في الجفن وعنده حول، تمام، وبتسأل هتعمل العملية دي قبل دي ولا دي قبل دي ولا الاثنين مع بعض؟ لا، هو احنا مش هنعمل العمليتين مع بعض، احنا قلما بنعمل اكتر من بروسيدور في وان سيشن يعني. لكن هو ده بيعتمد على سبب الحول وبيعتمد على سبب ارتخاء الجفن. يعني حاله زي اللي احنا شايفينها دي مثلا بتبقى حاله نتيجه شلل في العصب الثالث. شلل العصب الثالث، العصب الثالث بيغذي جفن العين وبيغذي عضله العين الداخليه او اللي هي اللي بنسميها العضله الانسيه او الميديال راكتس او العضله اللي بتحرك العين لجوه. فلما بيصاب العصب الثالث بيؤدي الى حول خارجي وبيؤدي لارتخاء في الجفن. ساعتها لو احنا صلحنا ارتخاء الجفن قبل ما نصلح حول العين بيؤدي لحاجه اسمها ديبلوبيا او ازدواجيه في الرؤيه، لان احنا بنرفع الجفن العين تقدر تشوف لكن العينين مش في نفس الاتجاه، فبيحصل ازدواجيه في الرؤيه. ففي الحاله دي الافضل ان احنا نصلح الحول وبعد كده نصلح ارتخاء الجفن علشان نتجنب الازدواجيه. ممكن تبقى حاله تانيه ان طفل عنده ارتخاء في الجفن وارتخاء الجفن ده عمل كسل في العين فادى الحول. في الحاله دي احنا المفروض نصلح الاول ارتخاء الجفن لان هو سبب كسل العين ونعالج كسل العين، وبعد كده بعد ما نوصل صوره مظبوطه من العين للمخ ونتاكد ان كل حاجه سليمه نبتدي نتعامل مع زاويه الحول النهائيه. لكن ما ينفعش نصلح الحول قبل ما نصلح المسبب اللي سببه. ايه هي متلازمه دوي؟ اوكي، هي فعلا بيجي لنا حالات كتيره جدا مش فاهمين اصلا ايه. يعني هو بيجي يقول لي انا اتقال لي ابني عنده دوين بس ما حدش فهمني ايه الدوين ده. هي متلازمه دوين دي عباره بمنتهى البساطه عن مشكله بتصيب اعصاب العين، هي مشكله خلقيه بتصيب العصب السادس اللي بيغذي العضله الخارجيه للعين. فالطبيعي ان المفروض العضلة الداخلية والعضلة الخارجية زي ما احنا شفنا في الفيديو كده ان العضلات دي هي اللي بتحرك العين. احنا عندنا عينينا كده لو قلنا تشبيه بسيط زي في الاتجاه الداخلي والخارجي زي راس الحصان، انا ماسكه بالجامين علشان الحصان ده يبص لقدام، لازم الجامين دول يبقوا شادين زي بعض. لو واحد منهم شد زيادة عن التاني يحصل يا حول داخلي يا حول خارجي. في حالة دوين للأسف العصب اللي بيغذي العضلة الخارجية بيحصل فيه عيب خلقي، فالعضلة الخارجية تغذيتها بتيجي من العصب الثالث اللي بيغذي العضلة الداخلية للعين. ففي أوقات كتيرة جدا لما بيتم استثارة العصب الثالث العضلتين بيشتغلوا مع بعض فبيشدوا العين لجوه، زي ما احنا شايفين كده بنحس ان في عين غطسانة وعين التانية طبيعية، وده عشان كده بيسموه دوين ريتراكشن سيندروم. يعني ان العين بيحصلها ريتراكشن او دخول لجوه، بالاضافه الى ان علشان العضلتين شادين مع بعض بطريقه هي مش الطبيعيه فبنلاقي العين ساعات بتحدف لفوق ساعات بتحدف لتحت على حسب اتجاه العضله الاقوى. فبالتالي المشكله في مشكله متلازمه دوين ان هي عيب خلقي في العصب السادس اللي بيغذي عضلة العين الخارجية والعصب الثالث اللي بيغذي العضلتين بدل ما يغذي عضلة واحدة. طب ده ليه علاج جراحي؟ خلينا نقول ان حالات كتيرة جدا من حالات دوين ما بتحتاجش علاج جراحي، لانها ببساطة دوين سيندروم بيسبب ايه مشاكل للطفل. هو اول حاجة ان هو بيسبب حاجة بنسميها abnormal head posture، يعني اتجاه راس الطفل ما بيبقاش اتجاهه طبيعي، هو عشان عينه ما بتتحركش فبيضطر يعوج راسه يمين او يعوج راسه شمال علشان يقدر يجيب للمخ من العينين صوره من عينين متوازيتين. بالاضافه الى ان زي ما قلنا ساعات العين بتحدف لفوق او ساعات بتحدف لتحت، وبالتالي ده برضو بيسبب يا اما مشاكل في الرؤيه يا اما بيبقى شكله مش لطيف للطفل لما بيبقى بيشوف حد أو بيكلم حد. حالات دوين لازم يتم فحصها وبحرص شديد جدا علشان نعرف إيه الحالة اللي محتاجة جراحة ولا مش محتاجة جراحة.
الحاجات اللي بتستدعي ان احنا نعمل جراحة لمتلازمة دوين ان احنا يبقى عندنا abnormal head posture زي ما بنقول حركة الراس مش حركة طبيعية، لان ده كمان بيأثر على عضلات الرقبة وبيأثر على عضلات الراس، بالإضافة إلى أن يبقى في up shooting أو down shooting، أن العين تبقى بتحدف لفوق أو بتحدف لتحت، وده بيسبب مشاكل للطفل. ففي الحالة دي برضو ممكن يتم علاج الموضوع جراحيا. في حاجة مشهورة جدا جدا بس الناس ما بتعرفش عنها معلومات دقيقة، وهي رقرقة العين، أن العين تبدأ تتهز. هزة السواد بتاع العين ده أو رقرق أو النستجمس، إيه سببه؟ إيه القصة بتاعته؟ هو زي ما حضرتك قلت، هي النستاجمس أو الرقرقة دي هي عبارة عن اهتزازات دورية بتحصل في عينين، في الغالب العينين الاتنين، نتيجة مشكلة، يا إما مشكلة في الجهاز العصبي المركزي أو نتيجة مشكلة منع رؤية للعين في سن صغير جدا، يعني زي الحالات اللي بيجي لها مياه بيضاء في سن صغير قوي، فده بيعمل حاجة بنسميها deprivation أو حرمان للعين من المؤثرات اللي بتخلي العين يتم نموها بشكل طبيعي. وهو ليه أنواع كتيرة جدا، رقرقة العين ممكن تبقى رأسية أو أفقية أو يحصل له cycle أو deviation بحيث أن العين تلف بالورب كده. ففي الحالات دي بيتم التعامل برضو مع الحالة على حسب نتائجها. الاهتزاز نفسه الجسم بيقدر يتعامل معاه، الطفل مش بيشوف زي ما الأهل كتير بتخاف الصورة بترقص، لا مش شرط، هو بيشوف صورة مقبولة وبيقدر يتعامل معاها، إلا إن في حالات بيبقى الاهتزاز ده من الشدة إن الطفل ما بيقدرش يشوف في الاتجاه الطبيعي في الاتجاه الأمامي. في حاجة بيبقى اسمها النال بوينت أو نقطة الصفر في الاهتزاز. ممكن يبقى الطفل ده نقطة الصفر بتاعته على اليمين شوية أو على الشمال شوية، لكن لما يجي يبص لقدامه بيحصل اهتزاز في الرؤية، فهنلاقيه دايما عاوج وشه علشان يجيب العين في نقطة الصفر أو نقطة عدم الاهتزاز. وبالتالي هي دي الحالة اللي ممكن نعمل فيها جراحة للطفل علشان ننقل نقطة الصفر دي أو نقطة عدم الاهتزاز، ننقلها للجزء الأمامي من مجال الرؤية، علشان لما يبقى بيكلم حد يبقى باصص له، يبقى باصص للي قدامه، ما يبقاش دايما عاوج وشه يمين وشمال. فمش كل حالات الرقرقة بيتم التعامل معها جراحيا، والأساس إن احنا نشوف إيه سبب الرقرقة ونتعامل معاه قبل ما نتدخل جراحيا. لكن الحالات اللي بيبقى عندها اتجاه في الرقرقة في مكان أكتر أو أقل من مكان، هي دي اللي ممكن يتم التعامل معها جراحيا. والجراحة ممكنة وجيدة، ونتائجها بتبقى ممتازة وبتغير حياة ناس كتير فعلا. نورتي وشرفتي وأبدعتي. شكرا جزيلا. ضيفتي العزيزة الخبيرة العلمية الكبيرة في عالم العيون أستاذ الدكتورة نرمين بدوي، أستاذ طب وجراحات العيون، استشاري طب وجراحات العيون، وصاحب الدكتوراه طب وجراحات العيون بكلية الطب، وزميل كلية الجراحين الملكية البريطانية، وزميل المجلس العالمي للطب وجراحات العيون والجمعية الأمريكية والأوروبية لطب عيون الأطفال. نورتي وشرفتي الناس الحلوة. خليكم على سلام. جراحات المستقيم أو أمراض المستقيم التي تستدعي إلى جراحة هي واحدة من كلاسيكيات الثقافة، مش في مصر ولا في المنطقة العربية، في العالم كله. في التأخير النسور الشرجي من الحاجات اللي أعراضها ما هيش فيها وجع قوي، ما فيش حاجة تخلي المريض يجري قوي، يعني مش متوجع قوي فيروح يجري على الدكتور. عايز المريض يبقى فاهم وعارف إن في مشكلة مرضية اسمها نسور شرجي. لازم نقفل الفتحة الداخلية. 80% من نجاح العملية يعتمد على قفلان الفتحة الداخلية. لو الجراح ما قدرش يوصل للفتحة الداخلية بنحكم بنسبة كبيرة على المريض على ارتجاع المرض.